احنا عادة نلاحظ الله ونلاحظ غير الله سبحانه وتعالى. هذه الأعمال التي نقوم بها لمن نعملها؟ صلاتنا في الغرفة المغلقة كيف تكون؟ وصلاتنا أمام الجامع كيف تكون؟ أكو فرق بين الاثنين أو ماكو فرق؟ إذا يوم من الأيام كنا ضيوف على بعض المؤمنين، نقوم لصلاة الصبح أو لا نقوم؟ إذا قمنا متى نقوم؟ إذا صلينا كيف نصلي؟ وإذا في يوم من الأيام واحد كان في البيت وحده أو مع زوجته التي لا يحتشم منها، يقوم أو لا يقوم؟ متى يقوم؟ كيف يصلي؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. من الناس يخافون ولكن من الله سبحانه وتعالى لا يخافون. هذه من أشق الأعمال، أنه الإنسان لا يشاهد مع الله أحدا سواه. يعني حقيقة الباعث الباطني القلبي وراء كل عمل يكون هو الله سبحانه وتعالى.